من أعظم نعم الله على عباده أن فتح لهم باب التوبة والإنابة، فقد دعا الله عباده إلى التوبة مهما عظمت ذنوبهم وكثرت سيئاتهم، وأمرهم بها ورغبهم فيها، ووعدهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات رحمة ولطفا منه بالعباد. فقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقسم العباد إلى تائب وظالم، فليس ثم قسم ثالث. قال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة، فكيف بغيره من المذنبين والمقصرين؟ ورمضان من أعظم مواسم التوبة والمغفرة وتكفير السيئات. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وقد جعل الله صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر على وجه الخصوص إيمانا واحتسابا مكفرا لما تقدم من الذنوب، والعبد يجد فيه من العون ما لا يجده في غيره، ففرص الطاعة متوفرة، والقلوب على ربها مقبلة، وأبواب الجنة مفتحة، وأبواب النار مغلقة، ودواعي الشر مضيقة، والشياطين مصفدة. كل ذلك مما يعين المرء على التوبة والرجوع إلى الله. فلذلك كان المحروم من ضيع هذه الفرصة وأدرك هذا الشهر ولم يغفر له، فاستحق الذل والإبعاد بقوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له. وإذا كان الله عز وجل قد دعا عباده إلى التوبة الصادقة النصوح في كل وقت، فإن التوبة في رمضان أولى، لأنه شهر تسكب فيه العبرات، وتقال فيه العثرات، وتعتق فيه الرقاب من النار. ومن لم يتب في رمضان فمتى يتوب؟